يستمر باعة الحلويات في قضاء بلد ببيع كافة أنواع الحلويات للعوائل، خصوصاً مع تزايد إقبالهم عليها بعد الإفطار. بكادر تركي وكادر عراقي يعني. فاحنا سل رمضان تعرف الإقبال يزيد على الحلويات بعد الفطور خاصة يعني. ونستقبل العوائل من بعد الفطور، وخاصة بالأيام اللي النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، يعني عندنا ناس تطلع تتسوق على أعياد، نستقبلهم يعني من منطقة بلد والمناطق المجاورة إن يعني. الحمد لله والشكر إنتاجنا من البقلاوة، التشكيلة مال البقلاوة التركية والمعجنات التركية والكيك تركي يعني كما تشاهدته يعني وصورته. ونرحب بكل مواطن يجي يريد يتذوق او يريد يجيب عائلته او يتسوق من عندنا. اولا البقلاوه بعد هاي شهر رمضان واحنا حاضرين لصاحب محلات، وشهر رمضان هذا تذبي ناس اكثر شيء تاخذ بقلاوه حلويات تاكل ورا الفطور. المواطنون اعتبروا شراء الحلويات من العادات والتقاليد الموروثه من الاباء والاجداد رغم ارتفاع أسعارها. والله متعودين العراقيين بعد الإفطار يحبون شيء حلو وراء الإفطار يحلون به، فتقاليدنا هاي من الصغر الحمد لله تقاليد أبانا أنه يطلعون للسوق يشترون حلويات وتقاليدهم. المعتاد أنه شهر رمضان، شهر المكرمة، شهر المغفرة، شهر التوبة، شهر الإنابة، وهذا الشهر اعتادوا العراقيين بصورة عامة وأهل البلد بالخصوص على الضيافة والكرم والتقديم على المائدة بأنواع الحلويات، ينوعون بالحلويات ويحاولون بالموائد ويكرمون ضيفهم. توجه ملفت للنظر لشراء الحلويات ما بعد الإفطار الأبرز في طقوس رمضان المبارك هنا في قضاء بلد. من قضاء بلد لسامراء، علي البلداوي.